كريم جاهز معانا، نروح لكريم وبعدين نكمل كلام. اتفضل يا كريم. مساء الخير عليك كابتن ايمن شوقي، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدينا وكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. يعني نقدر نقول النهارده مباراه غايه في الصعوبه الحقيقه، شباب النادي الاهلي في مواجهه الاسماعيلي في المباراه المؤجله من الجوله 18 من بطوله الدوري العام هنا في الاسكندريه على استاد الجيش ببرج العرب في 9 مساء. مباراه مهمه جدا وتحدي جديد الحقيقه لشباب النادي الاهلي. احنا خلاص يعني الفتره القادمه ما تبقى من مباريات بطوله الدوري العام هي مرحله للجهاز الفني للوقوف على اللاعبي على النادي الاهلي وشباب النادي الاهلي. الكل بيظهر، الكل حاول بيثبت نفسه بشكل كبير جدا، وفي نفس الوقت هو الحفاظ على تيشيرته وشخصيته وقيمه النادي الاهلي الكبيره في المباريات. الحقيقه يمكن الفتره اللي فاتت او المباريات الاخيره تحديدا باد لك بعض اللعيبه بنضيع فرص، لكن بنلتمس كل العذر للشباب النادي الاهلي على هذه المرحله. الكل بيثبت وجوده، ويمكن اتكلمنا في الاجابات بشكل كبير جدا في هذه المرحله. عندنا عدد كبير من لعيبه النادي الاهلي ظهرت بشكل مميز جدا، وتحديدا شباب النادي الاهلي. فرصه بتطمن الجهاز الفني، بتطمننا بشكل كبير على قطاع الناشئين، فمرحله مهمه جدا مع لعيبه النادي الاهلي. عشان كده في كل مره بنطالبهم بالاصرار والتركيز الكبير جدا في كل المباريات. التوفيق لربنا سبحانه وتعالى، لكن ربنا بيوفق اللي بيجتهد، وربنا بيوفق اللي بيعمل بشكل كبير والمخلص بشكل كبير جدا في الملعب، وده الامر اللي احنا بنعمله ان شاء الله مع فريق النادي الاهلي. اقدر اقول لك في هذه اللحظات خلاص انتهت المحاضره الفنيه الاخيره لفريق النادي الاهلي هنا في فندق الاقامه. كل الامور الحمد لله طيبه جدا، تحضير رغم ضيق الوقت، لكن مستر ريكاردو سوارش حاول ان هو يصحح بعض الاخطاء، يحاول يحفظ بعض الجمل، لكن يعني مع التماس العذر لان الوقت قليل جدا، هو يوم وحيد اللي انت بتحاول تصلح وتراجع وتحفظ جمل تكتيكيه بشكل كبير جدا. فكل مره الحقيقه كابتن ايمن هنتكلم على هذا الامر لان الضغط كبير جدا، لكن الشيء المهم جدا هو جمهور النادي الاهلي الداعم المساند الكبير جدا اللي بيحفز، اللي بيديك رساله طمانينه جدا في المدرجات. شباب النادي الاهلي لما بتنزل في اي مباراه الهتاف بينادوا على اللعيبه، بيحفزوهم، بيطالبوهم بالفوز، وده الامر المهم. طول ما جمهور النادي الاهلي عنده الوعي الكبير، بيحافظ على رموز النادي الاهلي، حائط صد كبير جدا لكيان النادي الاهلي، كل الناس لازم تطمن بشكل كبير جدا، لان رسالتنا الكبيره ورسالة جمهور النادي الاهلي هو الحفاظ على رموز وكيان النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله مباراه اليوم ال11 اللي متواجدين عدد كبير النهارده يكون من شباب النادي الاهلي متواجد في مباراه اليوم في التشكيل الاساسي، لكن احنا طبعا منتظرين وصولنا الى استاد برج العرب للوقوف بشكل كبير جدا على الحاله، على التشكيل، على حضور الجماهير. كل الامور دي طيبه جدا، ارضيه الملعب ممتازه الحقيقه، يمكن اثنى عليها ريكاردو سواريش المدير الفني. نتمنى بس التوفيق النهارده ونشوف تركيز كبير من لعيبه النادي الاهلي، بنوصل وبنحاول، لكن الفينش مهم جدا حقيقه. مستر ريكاردو طالب لعيبه النادي الاهلي بالتركيز في الكره الاخيره والكره الثانيه بلغه الكوره، ده امر مهم جدا في مباراه اليوم. شفنا الاسماعيلي يمكن بيهزم بنتيجه كبيره جدا، لكن اختلاف كبير جدا النهارده في المباراه، وده اللي بناكد عليه. هنشوف الشراسه الهجوميه، هنشوف الالتحامات، هنشوف القوه، هنشوف شكل مغاير خالص لنادي الاسماعيلي، وده يمكن قادر النادي الاهلي. اي فريق بيقابل النادي الاهلي بتشوف شكل ثاني خالص عن مباراه بطوله الدوري العام. ان شاء الله باذن الله النهارده الغيابات اللي متواجده طبعا معانا ربيعه، هاني، صلاح، كل اللعيبه اللي غايبه خلاص مش هنشيل هموم، لان احنا عندنا رجال في الملعب، عندنا 11 راجل، عندنا قائمه من 21 لاعب. اي حد يكون متواجد من لاعبي النادي الاهلي ان شاء الله يبذل مجهود كبير جدا ويؤدي عليه، وان شاء الله ربنا يكون موفقنا باذن الله يا كابتن ايمن. مستمرين معاك بالتاكيد لحظه بلحظه هنا من فندق الاقامه حتى استاد الجيش هنا بالاسكندريه ببرج العرب، ننقل كل الاخبار والكواليس لجمهور النادي الاهلي، ورب ان شاء الله مكسب للنادي الاهلي النهارده في مباراه اليوم. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد، وبتوفيق النادي الاهلي طبعا ان شاء الله النهارده.